سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هاني كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. هاني البنات، عندي 3 البيضات وريبي، 2 خمارات، نص كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيدة وشوية الزبدة ديال الحلوة، وهنايا 2 خمارات وشوية الشكلاط غادي نستعملو في الاخر. تشهيت الحلوة، حليوة هي ماشي حلوة، حليوة شي حاجة على قد الحال. ودرت وتما راه عندي الطحين، طحين على حسب الخليط. المهم هادو هما المقادير. الزيت درت غير نص كاس، البيض درت غير 3، البيض غالي، المهم مبغيتش ندير 4، درت غير 3. ودابا انا عندي البنات الزبدة، راه جبتها قبل، جبتها من الثلاجة، كانت عندي في الثلاجة وخليتها باش تطلق شوية باش تجيني سهلة في الخدمة. درت السنيدة ودرت الزيت، ودابا غادي نخلط هديك الزبدة مزيان، نبقى نخلطهم بعضياتهم مزيان عاد نزيد داكشي الاخر. هو عارفين دابا الاخر ديال الشهر هادي، قلت ندير هادي راه اقتصاديه بزاف ودرتها بطريقتي. ايوا دابا البنات ندير هاد البيضات، هادو ندير 3 البيضات، و حتى الوليدات كيبغيو بحال هكا باش يفطروا ولا في العشيه باش يديروا كسكروط، ونخلطهم نخلطهم مزيان مع السنيده ومع ديك الزبده. دابا جبت هاد ريبي، هذا ريبي راه غير صغير، ريبي هذا كان تيدير غير درهم، دابا راه داير 30 ريال. ايوا نخلط هادشي هذا مزيان. دابا البنات راه درت الطحين، وغادي ندير هاد الخمارات، غادي نغرب لهم ونديرهم. دابا البنات غادي نقطع غير بهذا، حيت قلبت على البوق ديال، كنت غادي نصايبها بالبوق ما لقيتوش، وما عنديش الشكل هذاك اللي تيقطعوا به الشكل ديال الهلال، ما عنديش، وقطعت بهذا. المهم نتوما غتشوفوا كيفاش جاتني في الاخر، وهنايا كنهزها هزيت براس الموس، حيت كانت حيت انا خليت العجينه خليتها خفيفه، ما درتش الطحين، خليتها شويه خفيفه، داكشي علاش كانت هشيشه بزاف. هانتوما تشوفوا البنات الشكل على شكل الهلال، درتها على شكل الهلال. نعاود نصايبها عاوتاني وحده اخرى، شوفوا معايا. وهذه البنات نستمر بحال هكا حتى نكملها ان شاء الله كامله. انتوما شفتوا البنات كيفاش جات،
ودابا راه درتها في الفران، خرجت درت هذيك الطاوله اللي في الفران وعادي، وبقى لي واحد شويه درت فيها الطاوه الصغيره اللي تندير فيها الكيكه وصافي. بعد ما خرجتهم من الفران درت لهم هادو، درت لهم الشكلاط نص هاد فيه الشكلاط ونصها راه كتشوفوه ما فيه والو. والمهم هي هو المذاق جات زوينه بزاف وجات هشيشه. المهم الحليوه على قد الحال وصافي، انا غير تشهيتها والاخر ديال الشهر دابا ميمكنش ليا نصيب شي حاجه اخرى، صيبت هذه على قد الحال وصافي. وهادو راه شفتو البنات، وحده فيها الشوكولاط وحده ما فيهاش. صراحه راه جات زوينه وجات هشيشه، ونتمنى تعجبكم. اولا عجبتكم خليوها لي في الكومونتير. تبقاو على خير.